كثير من الأشخاص بيتميزوا بمهارات معينة ضمن مجال عملهم، وأحياناً بيكونوا بيتميزوا بعدة مهارات مختلفة حتى يلقبون بالمميزون، يعني إن هدول المميزون اللي ممكن يكونوا مختلفين عن كل زملائهم، وهذا اللي بيعطيهم ما يسمى بالمهارات القيادية. أكيد سلمى، بنسمع يمكن من المحيط وبالشغل هذا الشخص قيادي، هذا الشخص قادر، هذا الشخص مميز. صحيح. بس شو يعني مهارات قيادية؟ هل هي فعلياً موجودة بالفطرة أو بيتم اكتسابها أو بيتم تطورها بشكل تدريجي؟ لنحكي عن هذا الموضوع أكثر. معنا اليوم الدكتور منير عباس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموارد البشرية. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح المهارات. صباح المهارات القيادية. حصر يعني كثير نسمع مصطلحات أحيانا بيقولوا لك هذا الشخص مثل الطبق الصيني، من وين ما دقيته بيرن، شو ما حطيته بأي مكان هو قادر يشتغل وقادر أنه يعمل فريق ويقود هذا الفريق، وعنده مهارات متميزة، يعني مو بس مهارات مجاله اللي هو مختص فيه، عنده مهارات إضافية يصلح أن يكون قائد لفريق. هل هي المهارات هي بتيجي عن خبرة طويلة بالمجال، عن عقبات مثلا اجتازة، أم لا هي بالفطرة موجودة عند الشخص؟ تمام، خلينا نوضح شغلتين أساسيات. أول شيء، يوم 15/7 يوم السبت هو اليوم العالمي لمهارات الشباب. يعني هو عيد عالمي من UN. ب 15/7/2014 تقرر هذا العيد وصار من 2015 يحتفل فيه، فإجت هاي الحلقة كتير مناسبة لحتى نعرف شو هي مهارات الشباب والمهارات القيادية اللي لازم تتوفر عند الشاب أو الداخل لسوق العمل لحتى يلاقي فرصة وظيفية. الشغلة الأساسية كتير لازم نحكي عليها إنه المهارات هي نوعين، نوع اسمه الهارد سكيلز ونوع اسمه السوفت سكيلز. الهارد سكيلز هي العمل التقني الفني اللي انت بتجيديه بمجال عملك المباشر، ولكن السوفت سكيلز بتتقاطع مع كل نوع من الاعمال. كلياتنا لازم يكون عندنا هي المهارات القياديه، وهي اللي بترفع الشخص وبتخليه بسويه اداريه يتميز عن غيره، وهي اللي بتخلي الشخص انه يثبت بمكانه. فاذا المهارات السوفت سكيلز لازم تكون موجودة عند الكل. شو هي المهارات السوفت سكيلز؟ كل سنة من السنوات بتتطور هي المهارات. يعني احنا بال 2023 طلع اصدار المهارات اللي بتخص سوق العمل من شهر 3 ب 2023 لنهاية السنة. طبعا تقاطع مع الكل والذكاء الاصطناعي، ولكن الذكاء الاصطناعي كلمة مرعبة صارت شوي صغيرة للآخرين، لأنه كل واحد حس حاله أنه ما بيعرف شو هي وبده يطلع بريد السوق إذا ما أتقن. وعنا بيئة أصلاً للذكاء الاصطناعي. الحقيقة هي بتتقاطع معنا دائماً، فلحنا وقت بنحكي عن الذكاء الاصطناعي عم نحكي لحنا على أشياء هي عم نعملها كل يوم وتطورت أكثر، وليكن مثل أدوات البحث تشات جي بي تي وما إلى ذلك. ما حنخوض بهذا المجال، بس حنحكي أنه صار هو واحد من المهارات السوفت سكيلز اللي لازم نتقاطع مع كل المهارات الهارد سكيلز لحتى يقدر الواحد يكون على الأقل عنده معه أمية بهذا الموضوع. يعني يضل عم يتقارب منه، مو يضل هربان منه، وهو عم يتطور بشكل سريع جدا. المهارات هي ترتبت كالتالي، في عدة مهارات. أول شيء التيمورك وهو مهارة قيادية هي تجعل الشخص يستطيع أن يعمل مع كل أفراد الفرق مهما كان نوع شخصيات هدول الأشخاص. يعني الشخص المرن اللي بيقدر يكيف شخصيته، مو يخلي ناس بيشبهه، هو بيشبه شخصيات الآخرين لحتى يتكيف معهم. كل الأعمال هلأ عم تتطلب تيمورك، ما عاد يقدر واحد عمل فردي يقدر يقوم بهذا العمل، لأنه حتى اللي عم يحكم على عملك هو فرق عمل. فأنت بدك تعرفي تماماً نفسياتهم، وبتعرفي تماماً كيف يفكرون، وبتعرفي كيف تتوائمي معهم. إذن التيم وورك والتيم بيلدينج هي واحدة من المهارات الأساسية. النوع الثاني مهارات التواصل، ولكن مو مهارات التواصل اللي احنا اللي بنحكي عليها العادية. هناك مهارات تواصل تجعل الشخص الآخر يصدق ما تقولين. يعني مهارات التواصل مو أنا بعرف أحكي مع كل الأشخاص وبنبسطوا من حديثي. في عنا مهارات التواصل هي بتسوق للشيء اللي أنت عم تحكي. إقناع يعني. تمام، مهارات تواصل داخل قناع إقناعي. يعني هذا اللي احنا عم نحكي عليه. كيف هي مهارات التواصل؟ مهارات التواصل هي اللي هلأ الحديثة وكلنا عم نطبع 2023، داخلها مهارات الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو اني اقدر انا سخر عاطفتي وردات فعلي لعقلي. يعني هلأ إذا كان الواحد بموقف محرج أو طلع عن أعصابه وتأخر عن موعد والكل عم متوتر بهذا الموضوع، ممكن يطلع عنه ردات فعل تؤدي إلى توتر بيئة العمل كاملة.
كيف بيقدر الإنسان يضبط نفسه؟ هذا اسمه الذكاء العاطفي. وهالأيام بتعرفوا احنا في عنا تغييرات كتير صارت طارئة، وكل يوم هو الثابت الوحيد بعصرنا الحالي هو التغيير. فإذا بدنا نكون احنا مرنين وعنا ذكاء عاطفي نتحكم بعواطفنا بحيث أنه نقدر نصدر العمل بأقل ردود فعل سلبية. إذا مهارات التواصل اللي بقناع الذكاء العاطفي والإقناع. في عنا شغلة الثالثة اللي هي الريزيليانس، يعني المرونة. المرونة يعني إحنا عم نتفاجأ، كل يوم في عنا مفاجأة جديدة بعالمنا. الحقيقة إذا ما كانت كارثة طبيعية فممكن تكون اقتصادية، ممكن تكون بيئية، ممكن تكون بأي نوع من الأعمال. الريزيليانس اللي هي المرونة مطلوبة مننا كلياتنا إنه نحن نتكيف مع التغيير. الشخص اللي فيه هو ريزيليانت وقادر على الاستخدام المرونة هو أكثر شخص قادر على التغيير. فلحنا هلأ ما في شيء اسمه ثوابت. هلأ المهارة الرابعة هي التدريب المستمر. دخل على سوق العمل بال 2023 الوظائف الهجينة. الوظائف الهجينة الهايبريد جوبز هي عبارة عن كل واحد من خلال وظيفته بده يقوم بثلاث خصائص لوظائف مختلفة. يعني ما عاد ينفع احنا نعرف مهارات وظيفة واحدة. انت بعطي دائما هذا المثال السهل كثير، تسويق صيدلاني. بدك تكوني دارسة صيدلة وبدك تكون دارسة تسويق لحتى تقدري تسوقي صيدلانية. قيسي على ذلك كل المهن. يعني شخص مدير مشروع، مدير المشروع بنفس الوقت يفهم ماليا، يقرأ التقارير المالية، بده يفهم إداريا يعني يدير الفريق، بده يفهم بالإتش آر يعرف كيف يتعامل مع الشؤون الخاصة بإدارة الموارد البشرية، بده يقرأ تسويقيا لحتى يعرف كيف يدير. يعني أنت صار عنوان صغير يحتوي تحته خصائص ثلاث وظائف على الأقل. فإذا بدنا نشتغل على مهاراتنا بشكل كتير منيح. الشغلة الخامسة اللي هم ينطلبوها كتير هلأ بسوق العمل إنه يقدر الإنسان يتبنى أفكار ما كان متبنيها ويتخلى عن أفكار كان مؤمن فيها. قديش هي صعبة؟ يعني هلأ مثلا في عندك بتتعاملي مثلا مع مشاريع هي اجتماعية، قد يكون المجتمع اللي انت عم بتأدي خدمة مجتمعية فيه يتقبل عادات وتقاليد انت بالأساس ما بتعتقديها انه هي من صلب عاداتك وتقاليدك. فانت مو معقول تيجي تقنعي هذا المجتمع يغير عاداته وتقاليده حتى تقدري تقدمي له الخدمة. فانت مضطرة انه بفترة انجاز هذا العمل تتبني عادات وتقاليد هذا المجتمع لحتى تقدري تشتغلي معه، وبعدين عادات وتقاليد اللي انت بتبنيتيها بتعود لك شخصيا انه انت ضلك معتقده فيها ولا لا. هذا احنا بنسميه الاندماج. بيندمج الشخص مع طبيعه العمل، لانه احنا طبيعه العمل هلا صارت شوي كمان افتراضيه. صحيح. يعني احنا هلا بكل الاوقات عم نشتغل مع الاف من الاشخاص موجودين حول العالم، ما بنعرف شو اعيادهم، ما بنعرف احنا شو هي الاشياء اللي بتخليهم انهم ينبسطوا او يحتفلوا فيها. احنا لازم نعرف عنها، لانه طبيعه العمل الافتراضي صارت توجب علينا انه نتعامل مع جنسيات وثقافات اللي احنا مو موجودة ضمن البلد الواحد. صحيح. فإذا بده يكون في عنا مرونة، تقبل عادات وتقاليد لفئات مجتمعية اللي احنا ما كانت موجودة عنا هي العادات والتقاليد، وممكن شوي صغيرة نتخلى عن اشياء اللي احنا كانت تحد بين دخولنا لهي المجتمعات وتخلينا نتوافق معهم. إذا التدريب المستمر والشغلة المهارة اللي أنا بيركز عليها والكل عم بيطالبها، أنه كل أصحاب العمل حاليا عم بيطالبوا بأنه يكون الموظف شريك وليس موظف عبء. يعني شريك يعني قادر على تقديم أفكار ابتكارية يساعد بالحل للمشكلة ولا يعتمد على الإدارة فقط بتلقيمه للحل. فهو شريك يعني بارتنر وما عاد إمبلويي عبء. فلحنا هلأ لازم نعدل تفكيرنا إنه لحنا مو اليوم شو المهام المطلوبة مني، أنا بدي ساعد إدارتي، شو المهام اللي لازم تكون مطلوبة مننا لحتى نقدر. أنا بدي أوقف عند هي النقطة تحديداً اليوم دكتور منير، وحكيت يعني عم نحكي نحن عن المهارات القيادية وعم تحكي ب15 شبع مهارات الشباب. يمكن كل الشباب اللي عم يتابعونا وجودك دائماً يعني قيم بالنسبة لنا، بنعطيهم بعض النصائح لدخول سوق العمل والاندماج. لما أقول أنا لكل الشباب اللي عم يتابعونا في عدة مهارات قيادية وعدة مهارات للشباب للاندماج بالشغل، خطوات أساسية من البداية، يعني شو اللي ممكن أنا أفيد الشباب اللي فعلياً هلأ متخرج من الجامعة وبتلاقي دائماً عنده مشاكل بأنه كيف ممكن يحصل على هاي الوظيفة، دائماً بيطلبوا بعض الشروط الخبرة، طب أنا كيف بدي أحصل على هاي الخبرة إذا أنا ما اندمجت ودخلت لسوق العمل؟ شو النقاط الأساسية اللي بتعطيهم إياها؟ يعني خمس مهارات هدول بدهم شغل كتير، يعني خلينا نبلش خطوة خطوة لكل
لكل الشباب اللي عم يتابعونا أهم مهارة أو أي زاوية ممكن أنا بلش فيها؟ تمام. هلأ أهم شيء بالنسبة للشباب إنه يبلشوا يشتغلوا على مهاراتهم من السنين الأولى الجامعية ولا ينتظروا إنه يتخرجوا. كيف تبنى هي مهارات التواصل على سبيل المثال؟ مهارات التواصل تبنى عن طريق تواصل مع أشخاص ما بيكونوا نهائياً نفس الاهتمامات تبعتي. يعني ما فيني أنا أقول مهارات التواصل مع ناس ما عم بيشوفوا غيره وما عم بيشوفوا غيري وبنفس الوقت أنا أقول عندي مهارات تواصل معهم. يعني الأشخاص الفايتين جامعيين أو اللي داخلين لسوق العمل حاولوا تجتمعوا مع أشخاص ليسوا شبيهين لكم ابدا حتى تطوروا مهارات التواصل معهم وتفترضوا انه هي بيئه العمل. احنا ببيئه العمل ما بنختار مدراءنا وما بنختار زملائنا بالعمل، بيحكم علينا بيئه العمل هدول زملائنا وهدول مدراءنا. فنحن بده يكون في عنا توافق واندماج معهم. يعني نحن بدنا نطور مهارات التواصل. فاول شيء بقول للشباب حاليا فوتوا اعمال تطوعيه، شو ما كان اي شيء مجاني حتى تطوعي، حتى لو كان ببدل مواصلات، أفضل بكتير من وجودكم لوحدكم وما عم تطوروا أي شيء. الحقيقة صار في تدريب افتراضي بشكل واسع ومجاني كتير كبير. يعني هلأ ما عاد بس النت هو عبارة عن تضيع وقت أبدا، الجو الافتراضي عم يقدم منصات كتير. مثل صحيح. احنا عنا منصة مؤسسة إدارة موارد بشرية jobgate.sy مجانية وعليها أكثر من 38 يوتيوب كيف تدخل سوق العمل بمهارات مجانية، وفي عندك منصات عربية رواق إدراك، في عندك عدة، بس حطي على الجوجل أو محرك البحث بس منصات تدريب مجانية لمهارات سوق العمل بلاقوها. الشغلة الثانية اللي بدنا نحن يتعلموها الشباب دائما تحمل المسؤولية وعدم لوم الآخرين. يعني احنا دائما بنقول اذا اجتنا اسئله صعبه الدكتور متحطط علينا ما عم يعرف يحط الاسئله او مصعب علينا انضرب دائما عنا اسهل شيء نلوم الاخر. تماما بنلوم الظروف انه احنا في عنا عقوبات احنا ما عم نقدر نطور حالنا، مع انه دائما في ناس طورت عده مهارات واجتهدت وبدات مشاريع صغيره مراكز رائعه رياديه او مهارات وظيفيه بنص الازمه. فكيف هدول نجحوا واحنا بس حاطين الشماعه هي العاديه بنحط عليها انه الظروف المحيطه فينا؟ اذا تحمل المسؤوليه ورد دائما نتائج عملنا لانفسنا، يعني نحن نتحمل نتيجه عمل انفسنا. الشغله الثالثه اللي هي كثير منيحه ولازم يتعلموها كيف يشتغلوا مع فرق العمل. يعني اي عمل ولتكن رحله جماعيه ولتكن نشاط طلابي جماعي وليكن معرض ساهمت فيه وليكن التطوع باتحاد هون انا بدي اسالك سؤال دكتور منير، باعتبار حضرتك ناشط يعني والمؤسسه ايضا ناشطه ولكم تشبيك مع وزارات الدوله بعدد كبير كانت من المشاريع الناجحه اللي رعيتوا فيها الشباب وعطيتوهم فيها مشاريع صغيرة وأهلتون مثل ما بيقولوا لسوق العمل. اليوم لسنا بحاجة للتأهيل مو بس على مستوى الشباب الجديد اللي بده يدخل، يعني اليوم عم نحكي عن مهارات القيادة. اليوم الأولى المدراء بكل الأماكن بمختلف يعني المؤسسات سواء حكومية أو خاصة، يمكن هذا الفرق اللي دائما الناس بتحكي عنه، ليش الشغل الخاص بيكون ناجح أكثر من المؤسسة الحكومية؟ ليش الشخص اللي بيكون موظف بيعتبر نفسه أنه خلاص أنا مكنة، يعني مطلوب مني 1-2-3 أكثر من هيك ما بعطيهم ولا بدي أخذ، أنا مثلا راتبي هيك رح أعطي على هذا الراتب حتى أنا مفضل. يعني هاي الكلمة بنسمعها دائما، أنا راتبي كتير قليل بالنسبة للخبرة اللي عندي والعمل اللي أنا عم، لهيك بنشوف المؤسسات فيها ركود فيها مشاكل كتير كبيرة غير الأماكن الخاصة اللي بتقدر الشغل وبتعطي دائما حوافز وترفع نسب الرواتب. فهون قدمهم كمان يعني من خلال صلاتكم بوزارة التنمية وغيرها من الوزارات اللي عم تشتغلوا معها أنتوا، قدمهم هاي المهارات وهي الدورات ما بس تكون على مستوى الأفراد، الشباب الجديد اللي عم يدخل لأنه هو عم يعمل هاي المهارات بس عم بفوت ما عم بيلاقي قائد أو مدير يوجهه بالطريقة الصح أو يستفيد أحياناً من خبرته. هاي نقطة كمان لازم نحكي عنها. حلو الموضوع اللي أثرتي. هلا لأن في فرق بين القطاع العام والقطاع الخاص، فرق كبير يعني القطاع هذا الخاص ما فينا دائما في تهديد بعدم استقرار وظيفي، هذا الشيء بيخليك تضلك عم تشتغلي على حالك وتضلك عم تطوري حالك، بس هذا السبب لوحده كمان التقدير والتحفيز وفتح بيئة عمل مفتوحة لأفكارك. أنا بحترم فكرتك بعطيك مجال تقدم، ما بفرض عليك دائما أنه فقط هذا المجال اللي بدك تشتغل فيه، كمان هذا بيفرق. هلا نحن بالقطاع الخاص في تطوير دائم، ولكن ما بيطور صاحب العمل بس مشان يبذل امواله، لانه بيعرف انه في وراه مردود وربح بهالموضوع. صحيح. بينما هلا نحن احيانا بيكون بالقطاع العام في بعض الافكار انه انا حاطي على قد الراتب مأمن انا بالوظيفه لابد الابدين. الاستقرار الوظيفي انا سلبي، الاستقرار الوظيفي له سلبيات.
يعني له الايجابيات رائعه وانا بامان وبرمجت حياتي على هذا الراتب، بس سلبياته الجمود الفكري احيانا انه ما عاد في داعي اطور نفسي، انا مستقر وظيفيا، فبتلاقيني ممكن الاقي وظيفه بعد الظهر نشاطي فيها اضعاف نشاط الوظيفه اللي هي مستقر فيها، لانه هذيك عم تحاسبني حسب الاداء. بس مو هي الشغله اللي بدي نوه عليه. شيء كثير مهم، في واجب مجتمعي انا عم بدي طالب كل المجتمع بكل اطيافه طبعاً. سواء كان جهات تدريبيه، جهات تدريب داخل عمل كشركات خاصه، مجتمع اهلي، مطلوب منهم يساعدوا هدول الشباب بتنميه مهاراتهم، يعني يكونوا صبورين شوي صغيرة عليهم. يعني نحن هلا بالمؤسسه عندنا برنامج بناء المهارات والقدرات طول السنه، صرنا عاطين اكثر من 32 مهاره مجانيه والدعوه عامه بندعي كل الناس. احيانا ورشات بتكون ما عم نقدر نسكر الباب فيها، واحيانا ورشات بتكون عددها خجول حسب الاهتمام. نحن عم ننشر ثقافة تطوير مهارات الشباب، يعني هي المهارات لازم يكون عند الشاب حتى نبني مجتمعنا، يعني بطريقة ما حتنعكس علينا لو نحن قصرنا فيها. يعني بتيجي انت بتطلبي بالسيفيات بتلاقي كل الشباب خريجين ورائعين بس ما عندهم المهارات اللي بدخلهم لسوق العمل. يبقى هو واجب مجتمعي، يعني تضافر جهود. خلينا نقول القطاع الخاص اللي ما بيقدر مثلا يدرب، خلينا اماكن محدوده بيعمله، ممكن يقدم دعم للجمعيات اللي عم بتدرب ويساهم بهالبرامج وياخذ الاوائل من هذول البرامج، الناس اللي تطورت مهاراتهم. في عندنا واجب مجتمعي اسمه الارشاد المهني. الإرشاد المهني من قبل الأهل تشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم، من قبل مجتمع الأعمال إرشاد هؤلاء الشباب شو هي المهارة اللي بدهم إياها ليدخلوا لسوق العمل، من قبل الشركات الموجودة إنه تكون صبور شوي صغيرة على هذا الداخل لسوق العمل لحتى يبني مهاراته. بالنهاية بس بني مهاراته الشاب هذا لحنا كل المستقبل معه، يعني لحنا الخسرانين وقت نقصر بهذا الموضوع. فوقت أطلق هذا اليوم العالمي لمهارات الشباب كان تحت بند عمل إرشاد مهني وتوجيهي من قبل كل المجتمع وأطيافه لحتى نقدر نبني هاي المهارات، يعني من صالح كل المجتمع يكون في عندك مهارات شباب مطلوبة لسوق العمل. والشاب كمان من عنده ما يكون على أنه المجتمع ناطر مجتمع ليبني له مهاراته، مهما حاول تطور فيك بده يكون في عندك إرادة ورغبة لتطوير نفسك. أنا ما فيني أزرع فيك، ولكن إذا كانت موجودة عندك كل شيء سهل. يعني هو بده يكون في عنده رغبة للتطوير ويبحث. في مثل كنا نقوله نحن من وقت ما كنا ندور على شغل اللي احنا بعمارنا، نقول البحث عن عمل هو عمل بحد ذاته، والبحث عن مهارة هو مهارة بحد ذاته. يعني طريقة البحث هي بتحدد لك كمان، والوقت والبيشنس. يعني المعدل العالمي للوظائف كنا نقول التقديم لعشرين وظيفة بتكون كتير محظوظ إذا إجاك تليفون من واحد من عشرين إنه تعال في مقابلة عمل. هلا ما في بيشنس. الجيل خلينا نقول مهارات الشباب، إذا بنعني لحنا الجيل زد اللي هو من مواليد 1997 لل 2012 عنده صفة كله بيتقاطع فيه، عدم الصبر. يعني هي عدم الصبر انه كل شيء بحياته بسرعه، تعود ياخذ كل شيء بسرعه، كل شيء بده وقته. كل شيء بده وقته. في سينيوريتي، في عمليه تراكم خبرات هي اللي بتبني الواحد وبتصقل شخصيته وبتبني مهاراته. نحن عندنا بتعطي بعض المهارات وبعض الاعمال بيعملها لمده فتره معينه، في شيء جديد اعمله هذيك صارت ممله. ما فينا نحن نبني اعمال بهالطريقه، احيانا بيكون العمل مكرر ولكن بطرق ابداعيه. صحيح، بطرق مختلفه. نحن بنطلب هذا الشيء، يمكن بده حلقات حتى نحكي عن مواصفات الجيل الجديد اللي هو عم يطلب مهارات كلها افتراضيه. الشيء اللي ما بدنا نغفله نهائيا مهارات التواصل الاجتماعي على الانترنت، السوشيال ميديا، هي كتير بدنا نستخدمها لصالحنا تماما. هلا دخل ثريدز بدل التويتر، ونحن كل يوم عم نحكي على قنوات تيليجرام، وعم نحكي على الفيسبوك بمواصفاته الجديده، وعم نحكي على الانستغرام قد ايه صار كتير بطريقه تجاري بحت. يعني عم نحكي على جروبات الواتساب والمكالمات كليات اللي صارت هلا كلها، حتى البزنس صار من وثائق اللي ممكن تقدميها انت بالبزنس هي اجتماعات الجروبات تبع الواتساب. صحيح. يعني دخل خلص بحياتنا، فهم ما بدنا نغفل هذا الشيء. هلا مثلا مطلوب مني باحدى وظائف اكثر من 15 كاتب محتوى، انه يكون ما بدهم منه، تصوري ما بدهم شيء من كاتبين المحتوى غير افكار جديده، هن بيعلمون الصياغه. يعني في وظائف جديده هلا الناس اللي خايفه من الاي اي، انه الارتفيشال انتليجنس انه بده يفوت ويقضي على وظائف، واكثر من 30 مليون وظيفه بالعالم مهدده تطلع برا. انا بقول لهم في 60 مليون وظيفه جديده محلها. انا والله غير مقتنعه بانه رح ياخذ مكان. طبعا انا ما اكثر عن الذكاء الاصطناعي، فنحن اللي بنقدر نبرمج ونطور اكثر منه. بس في اشخاص هيك بيكونوا شوي سوداويين، بيقول لك انه لا احنا لكان الوظائف بدها تروح، ولكن الادوات اللي هي الروتينيه والبدائيه اكيد حتزول.
كله تطور لانه فنحن اللي بدنا نطور مهاراتنا على الشيء اللي احنا بنعرفه هلا، يمكن بعد سنه يكون متقادم ما عاد يكون انه فعال. وقتنا بسرعه خلص معك دكتور، ودائما في معلومه اليوم جديده الى علاقه بسوق العمل والاندماج، وعم نحكي عن مهارات الشباب والمهارات القياديه. اكيد انت شريك صباحاتنا سابقا، وقادما اكيد لنا محطات اخرى لنحكي عن هذا الموضوع بشكل موسع. شكرا كثير لك. شكرا لكم، وصباحكم كله مهارات لسوق العمل. شكرا لك دكتور منير.